بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا العاشر للإبكار المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أبدأ مع طلّه اللي على المركز الأول وعلى الصدارة، لراشد بن محمد بن مبارك الخيلي على صدارة هذا الشوط. الوسمية تأتي بالمركز الثاني، يقدمها حمد بن محمد بن عبيد العامري. انتقل إلى المركز الثالث وأجد الشبابية هنا، أو شبابة، هذه شبابة القادمة لمحمد بن خلفان بن محمد القفلي. بينما المركز الرابع قمه على قمه، هنا لسهيل بن راشد الشاوي القفلي تاتي على المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس وصلت ايضا على المركز الخامس، هنا بالمركز الخامس والانطلاقة المميزة التي تنطلق بها ايضا اسرار لمبارك بن محمد بن نصر العامري. بينما المركز السادس امجاد لسالم بن فارس بن حمد الشامسي. بينما المركز السابع وصلت فيه وتقدمت هقوة لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، يقدم لنا هقوة ويتقدم بهذا المستوى الجميل من خلال هذه المنافسة الرائعة. الفائزة بالمركز التاسع وصلت بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري. بينما المركز العاشر تقدمت المتحدة، يقدمها سعادة احمد بن سلطان الحلامي. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة والمتحدة والباحثة عن الفوز والانتصار الذي يطمح ويطمح له الجميع من خلال هذه المنافسات الرائعة في سباقات الهجن، سباقات المتعة، تراث يتجسد تحدياته وانطلاقاته في أرضية هذا الميدان، لتكون الأصايل سفن الصحراء تنطلق تبحث عن الفوز عز لمضمرها وايضا وادائها الكبير. لكن اسرار لمبارك بن محمد بن نصره العامري يتقدم بالنصرة، يقدم اسرار مجموعة من الاسرار هنا على صدارة هذا الشوط على المركز الاول، هنا مع المقدمة الاولى، هنا مع هذا الشعار الكبير الذي على المركز الاول يسير وينطلق بانطلاقة مميزة. مبارك بن محمد بن نصر العامري، بن نصر يبحث عن الانتصار والكل من خلفه باحثا عن الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني الفائزة، الفوز لمن هي الفائزة؟ عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري. انتقل الى المركز الثالث واجد طلة لراشد بن محمد بن مبارك الخيلي. بينما المركز الرابع هقوة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، مقدما لهقوة التي بدأت بها الهقاوية تسير مع هذه الانطلاقة. المركز الخامس متعبة لصالح بن بخيت بن محمد المنهالي. المركز السادس وصل شعار الحلامي، تقدم الحلامي، يقدم لنا المتحدة سعادة احمد بن سلطان الحلامي، يتقدم ويتحرك بو سلطان في مستوى كبير بشعار موج وشعار الاسماء الكبيرة التي يا ما صالت وجالت في عالم السباقات. الغزيل هنا محمد بن خميس
بن راشد الظاهري يتدخل، وتدخلت نوف تقدم لنا شعار سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي، واشتياق لمترك بن حميان بن مترك الدوسري، وصل باشتياق والكل لكلمة الناموس يشتاق يا اشتياق الله. يا هذه المعركة الكبيرة بالنصرة في منطقة الانتصار، بالنصرة يتقدم الجميع، بالنصرة يسير إلى المركز الأول مع أسرار، والكيلو والمتر الأخير الكيلو الكبير مبارك بن محمد بن نصرة العامري هنا على الصدارة المركز الثاني. وصلت وغيرت اشتياق لمترك بن حميان بن مترك الدوسري، هنا أبناء الوادي أبناء وادي الدواسر يتقدمون. الله الله الله، نوف خادمة، نوف متحركة، سعادة سالم بن راشد بن حضيرم، ومن الجانب الآخر الغزيل لمحمد بن خميسة بن راشد الظاهري. اشتدت المعركة ولكن اشتياق طارت إلى الصدارة، طارت إلى المقدمة، طارت إلى المركز الأول، يقدمها مترك بن حميان بن مترك الدوسري يطير على المركز الأول، ونوف تحاول بشعار سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي، لكن الفوز أبناء وادي الدواسر أبناء المملكة يطيرون مع اشتياق مترك بن حميان بن مترك الدوسري يحقق الفوز. سلام المملكة، سلام وادي الدواسر على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني نوف لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم. المركز الثالث هنا الداودية لسيف بن عوض بن زيد بن يروان النيادي. المركز الرابع كانت الفائزة عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري. المركز الخامس كانت مع المركز الخامس هي أسرار لمبارك بن محمد بن نصر العامري. تهانينا والناموس لمالك اشتياق من طارت إلى المركز الأول وحققت هذا الفوز والانتصار الجميل مع مترك بن حميان بن مترك الدوسري. سلامي عليك يا الدوسري وعلى الأداء الكبير. 7:45 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لهذا البطل وهذه البطلة اشتياق مترك بن حميان بن مترك الدوسري. بينما المركز الثاني 7:45:07 من الثانية كانت حاضرة أيضا على المركز الثاني هي نوف لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي، بينما اللي وصل على المركز الثالث الداودية وصلت بالمركز الثالث لسيف بن عوض بن سيف بن يروان النيادي. والتوقيت الزمني المرافق لأداها هنا 7:49:04 من الثانية. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.